شمس النهار شمس النهار تغرب والليل والليل يا ما يدوب شمس النهار شمس النهار تغرب والليل والليل يا ما يدوب واللي بعد ما جرب واللي راح ما طال واللي بعد ما جرب واللي راح ما طال وانا وحيدة في ليلي البعد يا ويلي وانا وحيدة في ليلي البعد يا ويلي طول معايا ومل شوف وقول لي شنو ورايك. نقصت 3 عرس؟ يقعد كل شيء كيف ما هو، دار لي نار ونقص المصروف. يعطيك الصحة. هكا هو؟ اش تحب فوق؟ مش يقوم نبيع معاك ونشري بابا ماكش براني عطاو نعمل كسو وعلى شنو عندي مجموعة من المهندسين نخلص فيهم للشيء هذا غدا الصباح نلقى فوق بيرويا 5 بيانوات كما هذا ولا خير تلقى ايه اما خير ما ظهر ليش وعليش ما تنساش اللي انا نحيت لك 3 عرس ايه علاش ما لقاش ما خير خطر ما يحق لك كان ظفرك وانا ولدك ما نحب لكش الخساره تحصيله نستناو الغدوه ونشوفوا جماعتك شنو نجموا يعملوا
سيف اقعد اقعد، عندي ما نحكي لك. ليلتها أم شكوني؟ أختك. حكاية قديمة توا جا الوقت باش تعرفها. سيف خرج الكهرباء نوصلو خالتك. يا أخي شبيها عزة بطلت، ما هيش بيتها هوني ليلة. نسيت ما خرجتش عشان القطوسة، حبت بتفيق قليلة. سيف أنا استنى فيك لوتا. بيه نلبس كابوتي نخط عليك. قلت لي شنو اسمه؟ مريم. سوينا غدوة تلفلك. صباح الخير. صباح الخير. صار انت زاد في بالكم خبي. الحكاية تخص بوك وهو أولى بشيء. وبابا قاعد يقابل فيها ولا لا؟ يظهر لي حتى البنية باردة على أبوها. وانتي عرفت قبل ما يطلق ولا؟ أظهر لك باش تجبدلو. وشنو المانع؟ في بالي الحكاية وفات وتنسيت. أنت طولت عليك المدة، أما أنا ما ننساش اللي عندي طفلة قبلك أنت. كيف أنت قلبك يرعش عليها؟ علاش وقتها ما عطيتنيش التوع؟ راني جبت لك حكم وتشوف بنتك وراسك الفوق، مش 20 سنة وأنت تتسلوس ورا الحيوط والجار وتطلع عليها كيف السارق. محليه راجل يتلصص على وحده صبيه. ربيع راك تحكي على بنتي. ربيع يزي وفيق على روحك، محسوب اللي يشوفك باش يقول بنتك. بي خلي هذا كله على جهه. وسيف خممت عليها. شبيه سيف؟ ما جاري فاكسيني ومخو يوزن بلاد. مسهلها الامور عندك، اعلمته اكهو وفاء. اي هي عرفت عرفت الناجل ورا البلدين. باهي باهي. أيوة اللقب هذاك هو. باهي عايشك عم. هي هي جاي غدوة. أنا جاي غدوة. لا 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 الويكاند باش نعدي في سوسة بحذا الولاد بعد نجيب حذاك. باهي هاي هاي سلام لي العم رشيد. هاي باي بسلم. اش يحب يقول؟ يحب يقول سكينة اللي عملت عليك شلت أحمر توا 20 سنة جاي اليوم دق عليها في الباب قال شنو مش جاي نطل على بنتي أما جبت ولدي يطل على أخته. من الحكاية يوسف والحمل اللي هزوا على كتافه 23 سنة ما بكيتش بهمه يشوف في ولده يكبر قدامه ما نجمش فرق الرمانة. ما جاش البالك نهار سيف يعثر في أخته ولا هي تعثر فيه؟ اش باش يكون موقف نهارها؟ كيفاش باش نقف قدامه ولا قدامها؟ ما جاش البالك وقت اللي هز ربي بتاعه وتتعرى لمذابح وياخفوا جنب لجنب يقبلوا في العزاء؟ ما جاش البالك هذا كله؟
وانتي ما جاش البالك سكينة تعطي كف السيف وتسكر الباب على سوابعه، ولا باش تستقبله بالهليل وتفرحها الحكاية وتقوله ايجا بابا ايجا وطلع على اختك وقت اللي تحب، راني 20 سنة عملتها الشمتة في بوك نشيله في كبته. سيف ومريم كبروا ولا تهمني لا رايك لا راي امها. الاولاد وقيت باش يعرفوا بعضهم. وحده استنى فيك. الو صباح الخير سي محمود، زيد شويه وتطلبوا، مشغول شويه توا. لا سامحني هادي، نعملوا على وليدات صغار في حاجات هامه كيما هذه مش معقول. يصحح له على كونجي هو مازال ما تمامش خدمته. نعمل على كونتابلي مازال ما غلقتش العام في الشركه. يجي منو؟ اه سعاده مفيد اختي. هات هات استنى هات. الو اهلا مفيد، شنو احوالك؟ لاباس. شنو احوالك انت؟ رشيد لاباس عليه؟ الحمد لله. سيف كلمك؟ اي في باله ايه؟ انا اللي قلت له. سيف انا نعرفه مليح، قصدي ما خيرش من لقيت هذا ليه وليها. اش قولك؟ سامحني لقيت البيرو فارغ دخلت و... سامحني سار شكون سيادتك؟ بالك شي انا غلط في البيرو. انت بشكون حاجتك؟ مريم الغربي. هي انا هي مريم الغربي، تفضل. البيانو هذا مش متاعك؟ مش متاعي، باش عرفت؟ على خطر اللي خدمه عمره فوق 40 سنة. صحيح والله كانك حاضر، جابهولي صباح برك باش نعملو شوية رتوش. أما باش عرفت عمر مولاه؟ وعلى خطر ما عاد حتى واحد يخدم هكا توا. جديد انتي هوني؟ صحيح جديد أما مش هوني. أنا جيت بالذمة يا الله باش نشوفك. شوف مريم، أنا إنسان دغري من غير مقدمات. أنا جيت باش نسهر معاك العشاء. إيش قلت؟ غريبة ها؟ مش هكا؟ واحد يصدم عليك في بيروك على صباح ربي، قال شنو تعشاش معايا؟ بالضبط. سيزار ما عندي ما نقول فيه. قول الماكلة العربية عاد أنت تعرف. أما شنو هي المناسبة؟ أمان. مش ثم حديث ما بيناتنا ما كملناش؟ تمشيش تنسى وانا نقول ساعة تفكرك. فاش تخطو؟ أرضو فيشا الجلسة نتاعها نهار الجمعة، مولاها كلمني مزروب يحب يفضها. سامحوني نخليكم تخدموا. كان عندكم حديث مانيش مطولة. لا لا انا مش بطبيعتي. الو امي عسلامة. شو راه نسيت ما قلتلكش، مساش تعشى وحدك الليله؟ ماشي بحضه سميه مباهي عليه. زاد انتي خارجه باهي عايشه كمان، ما تسكرش باب الجنينه بالمفتاح يعذبني برشا. باهي هاي بسلامه. بسدي روحك بحذايا ولا نسيت؟
مجاوبنيش. ماشي انت عشا البر مع شكون؟ مع واحد ويزي متبربش، انا بيدي ما نعرفوش. عبون قالت الدار كبير عليها، اما رجل يحب يشوفها. ايش بي؟ عندك وقت غدوة السباحة؟ السباحات ما تعملش عليا، يتعدلوا كلهم بين المحكمة والشركة. هزو يشوف، كان جبدلك عالسوم قولوا شوف مع المحامية متاعي. وكان قال لي احنا شطالبين عزة، خليني نتفاهم معاه. اهلا خالتي. صافا سيفة؟ مش نحويلك لبس. وين قصد ربي؟ ماشي لعمتو. مش هكا سيفة؟ المدة كل صرتو مقطوعة في الحمامات. حقا خالتي، مش نحويل أميرة؟ أميرة مسكينة كرشة على حلقها النهار وطوله هي الدادي. ربي يخلصوا حالها المسكينة. أما توا خالتي يزمك توسع في البورتمان، العائلة باش تكبر عندك. شفتها؟ شفت كيفاش يدكك؟ شفتها؟ وراس خالتي نحكي بجدي، ولا يمشيش في بالك قطوستك تفهم في التنظيم العائلي. تفضل سيدي. كويس سيدي نانا كيف ما تحبوا انت. الله الله عليك فطونتي، يعيشك. اسمع المرة هذي باش نخلي زوز برك والبقية كل باش نعطيها. ايه واحنا قداش يجي باينة؟ على محبة بوك في القطاطس. لا عاد خالتي ثم قطاطس من قطاطس راه. اسمع نقول لك تعمل مليح تقرا حسابنا في حويره حويره وزوز، خليها ملاو علينا الدار ياك تشوف مبومو برا بنتي برا قالوا مبومو برا. هاي بسلامه. بسلامه بابا. اسمع ارد بالك على روحك. به حقا خالتي تمشيش تنسينا في الزرير. توا هكا هو يدك عليك وانت ميتة بالضحكة. يا اختي محلية ولدك ما ضمرو يقتل. يا نواري نعنة الله على الشيطان. ربي عينك عم يحيى. والله يا ربي عينك حتى انت يا وليدي لو كنت نحيي هالصنعه الفاسده. امان عم يحيى انا حبيت نطير عليك كبي برا هكا الكبي يطير بالدغدغ. ايا تكون شي ديغردي وتبطل عليك من هالدخان وحنكلم لك عارفك يشوف لك عروسه ترانكوشه. ايه ماكوشه ترانكوشه قلت لك خلنا نفرحوا بيك. قل لي هذه زاد حكايه فالصه. اوه حتى انت يا وليدي توا هكا الواحد ما لقاش خبزه يمرمرها يجيب عروسه يصدرها. اي بيه. هاو باش تاخو الخبزة اما العروسة مانيش مفلتك فيها ويعمل ال هاي خليك. يعمل ال اخطأنا الا بالخدمة تو خلينا في الصحيح. اتعشاو لينا مع بعضنا اقوى سعدي الاستدعاءات كثرت. بربي ثم شكون سبقني نشهد له. لا لا مش يتخم فيه اللي استدعاني يا سيدي يظهر لي ناوي يخطبني في مريم. ربي يتم بالخير يلا عايشك. او كمالا انسالك عشاء اما انت اللي باش تخلصوا. تعرف كيفاش؟ إجا نستدعك القهوة شد بها يدك. قول أنت خير من بلاش. سكين شبيك؟ سمحني سرحت شويه.
شو بينا كل ما نجبد لك على موضوع الماخذة تقوم تسرح ومن بعد تبدل الموضوع. سي عبد الجليل يظهر لي الوقت ماهوش مناسب باش نحكيو في هالموضوع. سكينة توا 3 سنين وحنا نستناو في الوقت المناسب. قلت لي تحب تتهنى على مريم. مريم كبرت تخرجت شادت خدمة. انت بيدك كنت تقول لي اللي ثم شكون جاي يخطب فيها وباقي الوقت المناسب ما جاش. خلي مكتوبة يصح من بعد ثم كلام. صار مازال ثم كلام عبد الجليل قلت لك خلي الامر يستراح. خليني نزيد نعمل راي كيف ترجع من السفر نزيدوا نحكي. والله حكايتك الدوخ. وربي تصحتك لهنا يعمل كيف انت متهني خليتنا رايدين ايش نفكرك فيه ونجي يا تعمل مخدة في البيرو. بتخبي عليا وبخبي والشوق جوانا ما يطلعش مش جنبي وتقولوا وانا انا بس ماشي وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنفرح خالص قلقاني ما بنتقلم